السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا الكب هيد، وبداية الحلقة اللي طافت سألتكم عن الشغلة اللي غيرتها، وكانت الشغلة هي الوشوشة اللي على الشاشة اللي تمثل إفكتات التلفزيونات القديمة. هذا مو كل شيء، أنتوا جاهزين؟ 1 2 3 بوم. بالله يا شباب إيش رايكم؟ طلع أن نقدر نلعب اللعبة بجودة عالية شكرا لمودات البي سي اللي سمحت لنا أن ننزل المود ونثبته على ملف اللعبة الأصلي. حسيت أنه شيء كويس أني عرفت هالشيء على أساس أن نعتمد برضو على السلسلة تبعتنا. ففي الحلقة اللي طافت يا جماعة الخير خلصنا من مجموعة من المديونين، فاحنا نقدر نقول ان كملنا 4 مديونين في الجزيرة الثالثة، فراح نكمل. وبخصوص برضو اللي سألوني عن الاخ شوكت، انا اللي قلته يا شباب راح نشوف اللي عنده في النهاية، ما قلت نهاية الحلقة. فودي الشباب اللي متعودين يتابعون سلاسلي يجاوبون الشباب اللي يسألوا ايش اللي انا قصدته بالنهاية. فعموما خلونا الحين نتوجه لأول مديون في حلقتنا. راح نستخدم سلاح البومرانج كسلاح أول، والسلاح أبو 8 طلقات صغيرة كسلاح ثاني. نقول بسم الله يا شباب ونبتدي. العروسة زيتونة، الفيز الأول طبعا راح نستخدم كأسلحة البومرانج أو الضربة الراوند هذه الملتفة، وإذا قربت راح استخدم السلاح الثاني. البوسة راح تكون الباري. لاحظوا يا شباب اللي ورا هذا هو العريس، واضح أنه متورط، ولو تلاحظون فوق شوفوا كيف السقف على وشك أنه يطيح. في الفيز هذا يبغالي أني أحاسب من المهفة، تشوفونها اللي على الأرض لأنها تطول فترة وفي نفس الوقت تدمج، فيبغالي أني أحاسب منها زي ما جالسين نشوف. على الأغلب أنه انتهينا من الفيز الأول، فراح تروح للعريس وتم الزواج يا شباب. الفيز الثاني راح يكون في بيتها مع زوجها وعيالها النشبات اللي يرمون الرضاعة هذه، فيبغالنا ننتبه طلعوا كيف الزوج متوهق، وبرضو يبغالنا نحاسب من الألعاب الفيران هذه. فنفس الكلام يبغالنا أن ننتبه برضو من المهفة لأن ممكنها ترميها زي ما جالسين نشوف. اوكي على الاغلب ان انتهينا من الفيز الثاني، ما بقى الا شيء بسيط وخر عن المهفة. شوفوا كيف الزوج منهار. اوكي خلصنا من الفيز الثاني. الفيز الثالث فجأة صارت خبيرة ارصاد جوية، فراح تستخدم 3 ضربات. المجرة اللي جواها نجمة اقدر اسوي فيها باري، والرعد، وبرضو الموجة. بما ان عندي الداش المختفي ما راح يكون في مشكلة. الرعد للمرة الثانية، ممتاز. المجرة شوفوا كيف راح اقدر اني اسوي باري من على النجمة علشان اعدي الموجة. كذا نكون خلصنا من الفيز الثالث. طبعا الختامية هذه يا شباب يبغالنا ان نحاسب، خصوصا من الورد وهذه الغثيثة اللي بالاسفل اللي جالسة تلحقنا زي ما هو واضح. يلا ممتاز، فكذا نكون خلصنا منها. جي جي نحوس فيها هذه. فكذا نكون خلصنا منها يا شباب. فجي جي زي الحلاوة اس رانك. فكذا نكون اخذنا العقد تبعها، وراح يكون في فيز سري بالفايت هذا، خلونا نشوفها مع بعض. عرفنا يا شباب ان الفيز الاول السقف على وشك انه يطيح، فلازم اني ارقى على الاطفال علشان اطيح السقف. فزي ما شفتوا راح احتاج الباري تبعتها من البوسات علشان اني ارقى على الطفل. فشوفوا كيف صعدت على 2 وطاح السقف على الزوج، فراح تبكي على زوجها. وشوفوا كيف الفيز الثاني بدال البيت والاطفال، شوفوا كيف الوضع صار ننري وحزن، وبرضو بدال الزوج ما طلع الحين طلعوا كيف المأذون هو اللي راح يطل. راح اقدر اني اسوي باري، الوضع راح يكون افضل من الحليب اللي سبب لنا ازعاج. خلوني اسوي لها حليب السعودية على اساس نروح للفيز الثالث. ممتاز، شوفوا كيف حزن المأذون. طلعوا كيف الفيز الثالث هالمرة هي
وزوجها يا شباب راح يضربوننا مع بعض، فراح تستخدم الضربة تبعتها بالإضافة إلى ضربة زوجها النارية. فممتاز هالمرة الرعد بالإضافة برضو إلى ضربة زوجها الميتيور، ونفس الكلام فراح على الأغلب يطلعون الويف الحين البيج ويف. خلونا نصعد. فهذا هو الشيء اللي كنت أبغى أوريكم إياه يا جماعة. خلونا نعطيها حليب السعودية ما راح يمنع إلى الفيز الأخير. فشوفوا الفيز الأخير كيف هي النن مع المأذون، ومو موجود لا الزوج ولا الأخ اللطيف ولا الأطفال. فبس هذا هو الفايت، أو خلونا نقول الفيز السري من الفايت. فمن بعد ما خلصنا خلونا ننزل مع بعض إلى جهة الضريح الثالث هذا، فخلونا نقول بسم الله ونبتدي. يلا يا شباب الوضع الحين صار أصعب. تيك تيك، شفتوا كيف الشايب الكريه كان يبي يقرب جنب الفازة؟ الوضع صار أصعب. الداش هذا لأن الوضع يعني ما يبين، الوضع مختفي، فما راح أقدر أني أشوف وين الداش تبعي. كان المفروض أني أشيل، يا ساتر، واو ووهو مرة على الحفة. يلا هذول مرة مرعبين، الشايب بس مرعب أكثر. ممتاز جيد. جيبه يا ساتر. واو كذا خلصنا منه. ممتاز فحررنا صديقتنا تشالس للمرة الثالثة، فراح تعطينا القوة السحرية الثالثة اللي هي السوبر الأخير. بسعد انت ما استخدمت السوبرات الثانية، لا تستعجلون يا شباب راح نستخدمهم وكل شيء زي الحلاوة راح يكون. فما علينا، خلونا نتوجه إلى المديون الثانية الحين في حلقتنا. ممتاز جدا، راح يكون جهة السلحفة، بعدها راح نروح إلى جهة البلاتفورم. خلونا نقول بسم الله يا شباب ونبتدي. حورية البحر الميرمد، أقل بوس أحبه في كبهد. الفيز الأول عندها ضربات كثيرة، شوفوا هذه ضربة الأشباح اللي هاجمونك بالسيف، وزي ما قلت لكم عندها ضربات كثيرة فممكن تمكز ضربتين مع بعض. شوفوا الإسكار اللي في يدها رهيب. أوكي هذول الأسماك المشوكين، وما راح تكتفي، راح تطلع الاسمكة الصفرة اللي تطلع أسماك كهربائية تلحقنا. ممتاز يلا جيد، خلونا نعطيها السوبر أساس نتخلص من الفيز بسرعة. طلعوا الإسكار اللي بيدها يا أخي والله رهيب. أوكي طلعت السلحفة وفي نفس الوقت رجعت الأشباح من جديد، قايل لكم إنها تحب تمكس الضربات. فخلونا نكمل. أوكي راح تطلع حصان البحر، راحت ورجعت وجابت الاسمكة الحمراء اللي تطلق الطلقات. الحصان المزعج هذا يرفعني، كويس انه رفعني على الباري. على الاغلب انه شفنا ضربات الفيز الاول كلها، لكن الاستهبال راح يصير بالفيز الثاني. على الاغلب انه خلصنا الفيز الاول. ايوه بيعضونها الاسماك على كرشتها يا شباب على اساس يكهربونها، وتحولت للفيز الثاني. هذه المشكلة الضربة هذه، لان راح تحجرني حرفيا، فلما تحجرني ما راح اقدر اتحرك الفترة، وممكن يطلقون علي الافاعي هذول. خلونا نعطيها السوبر، كويس ما امدى اني اتحجر. فممتازة بحاول اني ادمرهم بسرعة قبل ما تطلق الطلقة. طلعوا كيف طلعوا كيف، هذا اللي اقصده وهذا اللي خايف منه. فكل ما زاد حجمهم كل ما كانت مشكلة. الله يستر، تكفين لا تحجريني الحين. اوه ماي جاد كويس، شوفوا كيف فعامل الحظ يلعب دور. تكفين خلصي من الفيز المزعج هذا، ناخذ باري عشان نحتاج الوضع. اوه ماي جاد والله يقهر مره يقهر.
ممكن تنتهين لو سمحتي؟ ممكن ممكن. اوكي على الاغلب انه خلاص. على الاغلب انه خلاص يا شباب، يرحم امك. ممتاز، يا سلام، كذا خلصنا من الفيز الثاني. الفيز الاخير، المكان صار اضيق، راح تستخدم الضربه اللي تحجر، نستخدم عليها السوبر، وراح تطلق الجماجم هذه الصغيره. فيبغالنا نحاسب، وبرضه في اشواك على الارض. يلا بليز، المفروض ما باقي لها شيء. لا اله الا الله. كويس كويس كويس. او ماي جاد او ماي جاد. يلا اوكي. والله ما احبها مره، ما احبها. عاد اتمنى اجيب اس صراحه، لاني ما احبها، ابغى اجيب اس عليها. وش اسوي يا شباب؟ سويت اللي اقدر عليه. المهم هذا بسبب الوقت اتوقع تبعي. المهم كذا نكون خلصنا منها. خلونا الحين نتوجه الى مرحلة البلاتفورم الثانية في الجزيرة هذه. راح نلعب على نفس النمط اللي قال لنا عنه السلحوف. راح نحاول ان نعديها من دون ما نلمس اي وحش بكل امان وكل جمال. نتكي هنا، وضعنا حلو زي الحلاوة. القبقب الثاني والقبقب الثالث. اللوبستر هذا يبغانا نحاسب منه لانه نصاب. ايه نحاسب منه لانه نصاب. ايه لا وخر عنا، نخليه يرجع. ايه لا ارجع واخضع بعد. ممتاز زي الحلاوة. فخلونا نكمل يا شباب. ما اتوقع ان هذه الطريقة الصحيحة، هذا المفروض اللي يصير. يلا الحين جاهزين ان نحرك الاخ اللطيف اللي هنا. لازم نظل نحركه يا شباب. جيد. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. جيد. الله يستر. اوه لا دقيقة، عادي عادي اتدمج. ايش فيك يا ابو السعادة؟ ليش الحرص الزايد عن حده ذا؟ اوكي. طيب فكذا نكون خلصنا يا شباب. زي الحلاوة، ما دمجنا أي واحد من الوحوش، فعديناها برانك البي. فجأة خفت قلت ليش دمجت؟ لكن تذكرت أن الوضع عادي. راح نرجع للمراحل اللي في البداية في الأخير. الحين بيجي واحد بيقول آه لا ما رجعت للمراحل اللي في النهاية. في الأخير، مو آخر الفيديو، في الأخير. المهم طيب خلونا الحين يا شباب نتوجه إلى المنطقة هذه، لأنه يتواجد قرش سري. والحين راح نرقى فوق إلى جهة آخر مديون في الجزيرة. خلونا نقول بسم الله، لكن قبلها خلونا نستخدم السلاح الأصلي مع السلاح ذو المدى القصير. خلونا نقول بسم الله ونبتدي. شبح القطارات. ممتاز. رهيب البوز ذا صراحة. خلونا نعطيه سوبر بس نتفاهم معاه. ممتاز، اصقع العيون الثلاثة. على الأغلب خلصت من الفيز الأول يا شباب. ممتاز. راح نروح للفيز الثاني. جيد. نعطيه حليب السعودية يا شباب. جيد. ممتاز.
خلنا نشوف وين راح يطلع. ممتاز كذا خلصنا من الفيز الثاني ودخلنا للفيز الثالث. الملعقتين ما ادري تحسونها كانهم ملاعق، ما ادري وشو ذا اصلا. يلا نعطيهم حليب السعودية، نتخلص من ملعقة واحدة. الحلو في الشبح ذا ان كل ما ندمره يعطينا باري، يعتبر كويس كذا. يا شباب نكون وصلنا للفيز الاخير، فيز القطار. يلا بسم الله يا الهي. خد حليب السعودية. يبغالي اني انتبه صراحة، اشوف الطلقات من وين جاية. ممتاز جدا يا الهي، ممتاز كذا خلصنا منه زي الحلاوة زي الحلاوة. اوكي جيد جيد وجيد. خلونا نشوف الرانك تبعنا. يلا اس، برافو. فكذا اخذنا العقد تبعه. تدرون شباب، خلوني اشوفكم بعد شوي. والله ما اخليها بخاطري ولا بخاطر اي احد من الشباب. ممتاز زي الحلاوة. الوقت الوقت كويس. هذا هو هذا هو الكلام. السرانك جميل جدا. طيب ممتاز. فمن بعد ما جمعنا كل عقود المديونين انفتح طريقنا الكازينو الشيطان، فحنا مستعدين ان نتوجه الى الداخل. فنكون وصلنا الى نهاية الفيديو. اتمنى انكم استمتعتوا وانبسطتوا، وباذن الله راح نشوفكم على خير قريب. استودعتكم الله وفي امان الله.